المرشد السياحي والباحث في علم المصريات الأستاذ بسام الشماع وتويتة جديدة. تويتة النهاردة الحقيقة بكلمكم عن موضوع غاية في الأهمية. لدي عضوة على الفيسبوك، سيدة فاضلة الحقيقة من متحدي الإعاقة الحركية، وحبت إن هي تطلع تتفسح شوية في محافظة الفيوم الرائعة الجميلة. ولكن الحقيقة هناك هي فوجئت بأن مثلا على بحيرة قارون وفي وادي الريان حيث الشلالات المصرية الشهيرة لا يوجد مثلا ممشى مناسب لمتحدي الإعاقة الحركية وغير مناسب لسير مثلا الكراسي المتحركة سواء اليدوية أو الكهربائية، لا يوجد مثلا حمامات للاستحمام مثلا بعد البحيرة بعد الاستخدام أو السباحة في البحيرة. فتويتة النهاردة الحقيقة أنا بقترح على محافظ الفيوم أو أي مسؤول في الفيوم عندما يستمع إلى تلك التويتة إن هو بس يولي اهتمام بمتحدي الإعاقة الحركية والبصرية وجميع أنواع الإعاقات لكي يتمتعوا، لأن من حق كل إنسان أن يتمتع في محافظة الفيوم العظيمة وفي محافظات مصر كلها. تويتة بتوقيع بسام رضوان الشماع المرشد السياحي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري.